هذا السائل أبو ماهر يقول: حدثونا يا شيخ صالح عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل عمل ونصائح وتوجيهات للصحابة في حجته؟ نعم، قال للصحابة: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني كيف تؤدون مناسك الحج، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول حج وعلم أصحابه كيف يحجون من فعله صلى الله عليه وسلم ومتابعته. نعم.